أخبار اليوم. تكملة الحوار مع دكتور حلم الحديدي وزير الصحة الأسبق. دكتور، كلمنا فيما بعد ما كنت وزيرا للصحة الفترة في المرحلة السياسية اللي حضرتك عشتها، بعض المواقف المهمة وبعض اللحظات المهمة اللي عشتها بعد ما كنت وزيرا للصحة. أول حاجة حاولت أأدب نفسي، فخشيت أن فترة الوزارة قد تسبب بعض الغرور في داخلي، وخاصة أن كل واحد بيقول لي معالي الوزير معالي الوزير، فقررت عدم استعمال العربية وركوب المترو، وظللت على ذلك أكثر من 6 أشهر. العربية سايبها في البيت وبركب المترو عشان أروح العيادة أو أروح المستشفى أو أروح أشوف، لأتعلم نوع من سميه التواضع، سميه كسر النفس، علشان أربي نفسي وأنسى فكرة أن أنا كنت وزير. بس دكتور، ماذا عن الحزب العربي النصري المصري؟ لا، ما هو قلت لك انه هو ما هوش اسمه كده، اسمه حزب نصر بلادي. تغير اسمه فن؟ تغير اسمه؟ لا، هو ما تغيرش، ده تغير جوانا، لكن احنا مسجلينه باسم نصر بلادي. ما كانش فيه، وفي الاول كنا بنفكر انه حزب مصر النصر العربي المصري، وبعدين الشباب عايزين يدخلوا كلمة بلادي في الاسم، وأنا نفسي في النصر فخلناه نصر بلادي، واسمه كده متسجل كده. أما كلمة نصر العرب دي كان فكرة في الأول، هي فكرة قديمة جدا، كان عندي رغبة دائما كما ذكرت للأستاذ محمد أن أنا أعمل حزب، ولكن ظروف منعتنا، ظروف العامة في البلد والسياسية وكل، لغاية ما أتيحت لي الفرصة بعد ثورة 25 يناير أن أنا أستعيد نفسي وأستعيد روحي وأفكر مرة أخرى في المشاركة السياسية. فقد كان دكتور، ماذا عن أو رأي حضرتك في أحكام الإعدام الحالية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصوصا كان بالأمس القريب الحكم على الرئيس الأسبق وبعض القيادات الإخوانية بالإعدام؟ يعني السؤال صعب جدا، صعب من ناحية إن ده حكم قضائي وأنا لا أتحدث إطلاقا في أحكام القضاء، فأنا أثق في أن الشيء اللي باقي عندنا كويس شوية هو القضاء، لسه فيه رمق يعني، فما مش عايز أتدخل في أحكام القضاء، وقطعا هم أصدروا الحكم في درجة الاستئناف وسيعرض على النقد لتقول رأيها، لأنهم هيطعنوا فيه قطعا، وسيعرض على محكمة النقد لتقول رأيها النهائي فيها. فمن الصعب التدخل في أحكام القضاء، وإلا أن أتيح الفرصة لإفساد كل شيء في مصر إذا تدخلنا بآرائنا في أحكام قضائية قانونية بيقوم بها قضاة نعتز بهم في بلدنا إن شاء الله. الجزء الثاني، إن هناك ثورة أو نوع من التشويش القوي في خارج مصر على أحكام القضاء المصري، وهذا أعتقد أنه تدخل في شؤوننا الداخلية لا يجب أن نسمح به.
وإلا ضاعت هيبة مصر تماما. من هنا مش عايز أمشي في موجة التشويش القائمة في أوروبا وفي كل ده على أحكامنا القضائية أيضا، وإلا لا يبقى لنا في مصر شيء، لا صحة ولا تعليم ولا قضاء، مش ممكن. خلونا حاجة حلوة شوي. أنا أتمنى أن يأخذ حقه بما يسمح به القانون وبما تؤهله له ما ارتكبه من أخطاء، لا زيادة ولا نقصان. أنا لا أقرر العقوبة المطلوبة له، أنا لا لست في وضع لأقرر العقوبة لمخطئ، ولكن هناك القضاء الذي يقرر. أنا أتمنى، كنت أتمنى أن يكون حاكما جيدا، وكنت أتمنى له النجاح، ولكنه لم يكن، لم يحقق لمصر شيئا، ولم يكن حاكما بالمعنى المفهوم. هو اللي مسؤول عن نفسه مش أنا. وأنا كل ما أتمناه أن يهدأ الجميع وأن يحترموا رأي القضاء. في درجات للقضاء، استعملوها لآخر درجة، بحيث في الآخر الحكم هو مرآة الحقيقة. ومش ممكن زي ما بقول نهدم هيئة قضائية كبيرة وتاريخ عميق لأن في تشويش علينا من الخارج، وأن هناك من لا يرغب. ما هو أي واحد، الولد اللي بيدخل المدرسة ما يسقط، كان الامتحان وحش والأستاذ بيتقصد، مش كده؟ مش كنا تلمزة وبيقولوا علينا كده؟ ده المدرس كان بيتقصد، ده المدرسة الامتحان اللي كان صعب خارج المقرر، ده اللي بنسمعه كله في الثانوية العامة. كل ده إذا مشتنا كل هيئة جيدة وقعدنا نشوش عليها، أخشى ألا يبقى لنا في مصر شيء. الطبيب فهم مهنته يعملها صح، القاضي عارف نظامه يعمله كما يحكم به ضميره وقانون، وكل واحد يحترم في مهنته، وإلا ضاعت مصر. مصر يا وطن، مصر بلد، مصر دولة بقالها أكتر من آلاف السنين، أطول دولة في العالم عمرا، مش عايزين نهدها بالسهولة دي. ولست بطبيعتي ميال لفكرة الدماء، مع أني أنا جراح، لكن كلمة الدم دي سواء إعدام أو قتل أو إرهاب يتساوى عندي على فكرة، إنه فيهم إهدار لآدمية أيا كان، مانيش ميال لهم بطبعي، لكن ميال للحقيقة، ميال للحق، ميال للعدل. المخطئ يجب أن يعاقب، وإلا ضاعت الدنيا. يعاقب بقدر جريمته، دي شغلة القضاء. حتى مبارك يا فندم اللي حضرتك عصرت عصره وكنت وزيرا للصحة، يعني ماذا عن الحكم على مبارك بعد 30 عاما بخروجه من السجن؟ يعني رأي حضرتك برضو مش عاي يعني مش في الحكم، في الحكم على مبارك. لا، ما اقدرش اقول، هو خد ما رآه القضاء عقابا له، مش كده؟ انا بحترم القضاء وحكمه، ما ليش رأيي هنا. رأيي أنا بحبك وأتمنى أنك ما كنتش تعاقب أبدا، لكن أمنياتي شيء والحق شيء تاني، وأنت صديقي والحق صديقي. في لم تستمر في العمل السياسي بعد خروجك من كوزيرا للصحة، وبدأت العمل السياسي بعد ثورة 25 يناير. شرحت هذا، بقول أنه بعد هذه الفترة الشلل التي كانت موجودة، التي غيرت من مبارك، غيرت من الحياة السياسية في مصر، ولم يكن للمعارضة
مكان، وكانت تضرب في كل مكان، كل الأحزاب كانت بتنضرب. حزب الأحرار بقى كام حزب الوقت ومتنازعين على الرئاسة. حزب الوفد ماذا يجري فيه؟ حزب العمل بقى خمس حتت، حزب التجمع نايم. بمناسبة الأحزاب يا دكتور، رأي حضرتك، رأي حضرتك في الأحزاب المصرية لو سمحت؟ أصله كده أهو ده من عيوب الشباب، مستعجل مش عايز يسمع للآخر. أنا عايزكم تتعلموا تسمعوا للآخر. بقول كانت لا يوجد مجال للمعارضة في الزمن الأخير لمبارك. الحياة السياسية كانت فقيرة وجدباء، الأحزاب لا عمل لها ولا قدرة لها، فكان العمل السياسي لا يعني لا شيء، ومن هنا ما كانش لي مجال اشتغل في السياسة في هذا الوقت. جت ثورة 25 يناير، وبقول وقلتها أكثر من مرة أنها أعادت الروح إلي. الشباب والشعب اللي انضم ليهم ادونا ثلاث حاجات، سيبك من أي إنجازات أخرى، لم تكن هناك إنجازات، لكن ادوني ثلاث حاجات: كسر حاجز الخوف من الدولة ومن الحكومة ومن الناس ومن الشرطة ومن من كل ده. نمرة اثنين، إعادة الحرية والكرامة للإنسان المصري، حرية الرأي، تقولها زي ما أنت عايز، تقول غلط تقول صح، حتى وصلت إلى درجة الفوضى. يعني بقى في فوضى سياسية نتيجة هذا، لكن أنا أرحب بالحرية وبحرية الرأي. الباقي علي أنا أقول رأيي مظبوط، رأيي كويس، رأيي محترم، ده شغلتي أنا، لكن أنا عايزك تديني حرية الرأي. أقول رأيي علي أنا، أقول رأيي مظبوط، رأيي حلو، رأيي مفيد، تفهم؟ انقلبت الأحوال في ثورة 25 يناير، واللي قاموا بها سابوها وروحوا، واستولى عليها الإخوان المسلمين، وكانوا جاهزين ومجهزين، وكسبوا الانتخابات، وبقوا رؤساء، وحكموا مصر لمدة سنة. كل هذه الفترة كنت ما أقدرش أتكلم سياسة، رجعت تاني، لكن فكرة إنشاء حزب كانت موجودة. نفسي كنت أعمل حزب يفكرني بالحزب الوطني القديم بتاع مصطفى كامل ومحمد فريد وفتح رضوان، ده اللي كان حزب بيقول لو لم أولد مصريا لوددت أن أكون مصريا، ده كان الإحساس بتاعي، ولا زلت أتمنى هذا. وعشان كده لما سألتني نشاط، ما بعملش نشاط، لأن الحقيقة حاسس إن المناخ السياسي العام لا يسمح لي بالعمل. أنا اللي أقرر هذا، مش حد بيقرره. أريد أن أعيش مع ناس شباب وشيوخ، مرأة ورجل فعلا بيحبوا بلده، مش الحب اللي هو بنسمع عنه في الأغاني، الحب اللي معناه التضحية، زي ما كنت بتكلم عن التضحية، الحب اللي معناه العطاء مش الأخذ، الحب اللي معاه العقلانية والاتزان مش الفوضى، الحب اللي معاه مجتمع متزن متوازن، يبني ولا يهدم،
مانيش عارف، مش لاقي. كيف ترى دور الأحزاب المصرية في الوقت الحالي في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة، وأنا لا أريد أن أذكر حتى أي اسم رئيس إلا مبارك، لأنك أنت اللي جبت سيرته. عايزين نبعد بقى عن فكرة إن إحنا الرئيس. أنا أتكلم عن الشعب. الشعب هو الذي يجب أن يجلس على المسرح السياسي. الشعب هو الذي يجب من خلال مؤسساته أن يصدر القرار. الشعب هو الذي من خلال مؤسساته يجب أن يشكل مستقبله ويبني حاضره. ده وجهة نظري يعني. الرئيس موظف يجي ويمشي، خلص مدته ويمشي، والناس تقول ده كويس نقعده أو وحش نمشيه. الحكم للشعب. المسرح السياسي يجب يجلس على كرسيه شعب مصر، وهو اللي يقعد يقرر من خلال مؤسسات منتخبة بأسلوب سليم. لكن الظروف بتاعتنا اللي بنمر بيها ظروف غير طبيعية، فوضى سياسية، فوضى أخلاقية، فوضى اجتماعية. نسبة الشحاتين اللي بشوفهم أكتر من نسبة الناس اللي قاعدين عاقلين في البلد. الغلاء اللي بنشوفه بقالنا من سنين لم نتصوره. عايز أعمل حزب يقيم التوازن والعقلانية، ومش قادر. أنا مش قادر. عشان أبقى حر لازم أملك مصدر رزقي، وإلا لا قيمة لي. الأحزاب النهاردة أقول لي بيجيب منين فلوس عشان تعيش. أي مقر حزب محتاج على الأقل من 10 إلى 20 ألف جنيه كل شهر، يجيبهم منين؟ اللي يقولك غير كده يبقى راجل مش مظبوط. إذا كنت وطني ولا تقبل لا فلوس من الخارج ولا فلوس من الداخل، لأن اللي هيديك هيشتريك، ولو سواء من الخارج أو من الداخل. فإذا قبلت بعت نفسك. مش معقول اللي بيطعمني يطعم الفم تستحي العين، اللي بيصرف عليا ما يملكنيش. هذا كلام لا أوافق عليه. فإذا لم تكن تملك مصيرك وفلوسك وتقعد وتشتغل، فلا حزبي. الحزب كائن حي، الحياة محتاجة يطعمها، تربيتها، توجيهها. الثلاثة مش موجودين، مش موجودين. يعني حضرتك بترى في الوقت الحالي دور الأحزاب المصرية ليس حقيقي أو ليس واقع على الأرض؟ أنا بقول معوق. أنا بقول ما عندناش أحزاب، عندنا شلل سياسي. الأغلب، والجملة دي مهمة، مصالح شخصية وزعامات مصنوعة. بص كده في القنوات الفضائية وشوف فلان بيطلع كم مرة وفلان بيطلع كم مرة، واعرف الفرق. هذا هو الهدف من الأحزاب اللي احنا شايفينها. مفيش حزب له وجود في الشارع إلا بالمال السياسي، القادر الذي يملك المال اللي ليه تمويل، هو اللي قاعد سواء بإزازة زيت، كيلو سكر، أو بأشياء أخرى. بس
أقول لك إيه؟ ما عنديش. تمام تمام دكتور، كيف ترى الانتخابات البرلمانية القادمة؟ صورة توضيحية بسيطة. هي الأول هتتعمل ولا لا؟ ما احنا قاعدين اهو. انا بسأل حضرتك، ايه رأيك هتتعمل ولا؟ اتمنى انها تتعمل، لان صورتنا في الخارج تتطلب ان لازم يبقى عندي المؤسسة التشريعية، وهي التعبير عن الشعب اللي انا بدافع عنه. فإذا حرمت الشعب من تعبير ممن يعبر عنه، يبقى فين الديمقراطية؟ البرلمان هو لسان الديمقراطية، لأنه هو ممثل الشعب، هو اللي بيشرع، هو اللي بيعمل القانون، هو الشعب. يتطلب هذا عدة نقاط. نمرة واحد، أن يكون ممثلا جيدا، حرا صادقا ملتزما بإرادة الشعب، وكل كلمة بقولها لها معنى. نمرة اثنين، ألا يخضع إلا لله وللشعب، وألا يعمل إلا لمصلحة الشعب. في الظل اللي انت شايفه ده، هل تقدر تعمل برلمان بهذه الصورة؟ أشك. إذن لكن مطلوب ولا بد أن يتم اختيار برلمان، لأنه هو التعبير عن الشعب بأي صورة من الصور. أتمنى من أجل مصر أن يكون هناك اختيارات جيدة للنواب اللعيب، ما ينشروش وما يبيعوش. أنا كنت مشارك في عمل قائمة، وفردي وكلام من ده، فلقيت واحد بيقول لي هتدفع لي كام عشان أترشح عندك؟ مش هدفع حق، وانت هتديني ايه؟ ده انا يكفي ان انا ارشح. هو اللي بيمن علي وعايزني ادفع له عشان خاطر يترشح. ده حقيقة حصل. هذا النوع من البرلمانات لا يفرز خيرا ابدا. النائب اللي عايز يبيع نفسه من الاول، وعشان كده حصل انتقالات من قائمة لقائمة لقائمة، وفشلت كل القوائم، لأن المبلغ المطلوب ما اندفعش. بس أخيرا يا دكتور، كنا منذ أيام قليلة كنا في الشارع وبنتساءل مع الناس عن حكومة المهندس إبراهيم محلب ما بين الاستمرار والزوال. حضرتك شايف حكومة المهندس إبراهيم محلب حققت الهدف المطلوب في الوقت المناسب؟ ما هو الهدف المطلوب؟ عايز أعرفه من حضرتك. لا، ما لم يكن لها هدف، ما تحط لهاش تكليف، وهات لي خطاب التكليف اللي اتعملت بيه وشوف إذا كان فيه أهداف ولا لا. أهداف عمومية غير واضحة المعالم، تصلح لكل زمان ومكان. ما فيش المشروع ده لازم يتم في يوم كذا والساعة كذا، التعليم لازم يوصل لمرحلة كذا بإصلاح كذا، الصحة الخدمات لازم تبقى كذا في يوم كذا. هو ده التكليف، هو ده الهدف. هل عين إبراهيم محلب بأهداف محددة سواء قبل ذلك أو بعد ذلك؟ لكن لكي لا أغمض الرجل حقه، هو رجل تنفيذي من الطراز الأول، دخل في قضايا كثيرة خطيرة لم يكن أحد من قبل قد دخلها، وكانت المسألة فوضى فعلا.
لابد أن أقول أن كان الأمن منعدم، ما كانش في أمن لا ليك ولا ليا ولا أي حد. كان ممكن تستوقف عربيتك في الشارع وتنسرق فلوسك وموبايلك ويجوز يعتدى عليك. هذا ما كنا نعيشه. النهاردة أظن الأمور أحسن شوية كتير، لم تصل إلى اللي احنا عايزينه لكن أفضل. نمرة 2، الزبالة اللي كانت مالية مصر، لابد أن أذكر لهذا الرجل أنه على الأقل نظف البلد شوية. أنا كنت أمشي في شارع البحر الأعظم تلال من القاذورة، النهاردة نظيفه حلو جدا. نمرة 3، الفوضى في الركن بتاع العربيات في شوارع القاهرة. أنا عيادتي في وسط البلد، بنزل دلوقتي الشارع فاضي، حاجة حلو. أنا بقول رجل تنفيذي من الطراز الأول وأشكره له وأقدره لهذا. هو جاي ينفذ إيه؟ لازم يكون فيه برنامج أقول له عليه ينفذه وحسبه عليه. لم يكن هناك برنامج. مش مطلوب 100 مدرسة كل سنة. أقوم أحاسبه أنت السنة اللي فاتت عملت 100 مدرسة ولا لا. مش مطلوب 50 مستشفى. أقوم أسأله أنت بنيت 50 مستشفى ولا لا. مش مطلوب إسكان قد كده. مش واخد بالك؟ هذا بصرف النظر عن من الرئيس. دي حكومة وهذه الحكومة لازم تنفذ برنامج. وزمان كان في مجلس الشعب يجي رئيس الوزراء يقدم برنامجه في المجلس، يقول وستعمل حكومتي جادة على كذا وكذا وكذا ويحاسب بعد كده. أما هي يعني محلب رجل تنفيذي من الطراز الأول. يستمر أم لا يستمر؟ إذا كنا محتاجين واحد تنفيذي بوضع، أنا بقول قلت إذا كنت أنت مش واخد بالك، لا أنا قلت اعمل له برنامج، استفيد من قدراته، اعمل له برنامج عشان يحققه وحسبه.